بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو بتاعنا النهاردة بسيط جدا جدا، تصميم شكله جميل، شكله رقيق جدا وتحفة، وطريقة عمله بسيطة جدا. أنا قمت بتجهيز الملفات لأي حد محتاج إن هو يستخدم التصميم أو يستخدم الباك جراوند، وهوريكم إزاي هنقدر نعمل التصميم ده في خلال ثواني. طبعا الصورة دي الصورة انا هقوم بازالتها اهو عشان نبدأ ننفذ تاني، والخلفية انا قمت بعمل تو كوبيز، عملت منها نسختين. نسخة قمت بازالة الدائرة حوالين الطوق بالشكل ده، والنسخة التانية كاملة زي ما هي. انا كل اللي عملته هنظبط حاجة بسيطة بس في الخلفية، كل اللي هنعمله ان احنا هنسحب الصورة داخل الخلفية، دي الصورة هنسحبها داخل الخلفية، ونقوم بتصغير حجم الصورة نخليها مناسبة لحقل العمل كده، تبقى موائمة مع الطوق اللي هتخش جواه. بالشكل ده بعد كده هضغط كنترول وحرف الجيم هخليها ورا الطوق ده. طبعا احنا هنظهر الباك جراوند اللي ورا ده. بعد كده هقف على الصورة، ابقى متأكد انا واقف على الصورة، وهعمل كنترول جي، كنترول حرف الجي وكنترول حرف الدال، هيطلع لي كوبي من الصورة برة الخلفية. هختار الإريسر تول اللي هي الأستيكة دي، وهختار براش تكون الحواف بتاعتها حادة مش ناعمة. طبعا ممكن كليك يمين واجيبها من هنا لو ده في بالنسبة للبرشات الأساسية General Brushes، وممكن كمان من Brush Settings أجيبها من هنا. بعد كده هبدأ أمسح الأجزاء اللي أنا مش عايزها تبقى ظاهرة في الصورة، الأجزاء اللي مفروض إن هي هتبقى جوه الطوق بتاع الورد كده. طيب لو أنا مسحت جزء زيادة، طبعا الصورة هتغطي، يعني لو انا مسحت كده فيه صورة ورا فهتظهر اللاير الاسفل، فمش هتحصل مشكلة ولا حاجة. لكن ما اجيش هنا وامسح علشان بقيت طوق الورد كده. عملنا التصميم بكل بساطة وفي خلال لحظات بسيطة جدا. طبعا انا كاتب زي روحي فيك مني كتير، ده طلب العميل. الصورة بسيطة جدا. طيب انا عايز اكتب حاجة تانية، انا سايب الفونت موجود هنا عامله هيدن مخفي، على اساس ان لو عندك نفس الفونت هتضغط عليه وتغير الاسم. لو مش عندك نفس الفونت فانا عامله لك لاير عادي خالص، على اساس ان لو فتحت الفوتوشوب ما يغيرش نوع الخط. فلو انت عندك نفس الفونت هتقدر ان انت تغير الجملة زي ما انت عاوز. لو ما عندكش الفونت ومحتاج نفس الجملة فانت عندك لاير بالكلام ما هوش فونت، فهتبقى المشكلة بالنسبة لك اتحلت. دي الصورة وده التصميم، طبعا هنرفعه على الدرايف وهيبقى فيه رابط اسفل الفيديو، هتقدروا ان انتوا تحملوا التصميم كملف بي اس دي على اساس ان تستفيدوا منه. انا كده بزود الساتوريشن بس بتاع الصورة عشان يدي منظر جمالي للصورة زي ما احنا شايفين، بقت كأنها تحفة بصراحة. كمان ممكن اعمل كنترول جي والت تي الت تي، واخش على فلتر ادي مثلا اويل بنت، ازود فلتر الاويل بنت فيخلي الصورة كده تتداخل شوية في بعضها مع الخلفية، ويخف الحدية الشديدة بتاعت الصورة. طبعا ده الشكل العام، الشكل النهائي بتاع الصورة. اي حد عنده استفسار هيسيبه في تعليق اسفل الفيديو، وزي ما انا قلت ان شاء الله هسيب لكم الملف بي اس دي
في رابط أسفل الفيديو، أي حد عايز يستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.